السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي لغة سهلة جدا، تعلم البرمجة. عايزين نبدأ مشروع جديد يا معلم، نعمل ايه؟ ندوس على ايه عشان نبدأ مشروع جديد؟ ندوس على ايه عشان نبدأ مشروع جديد؟ ماشي، وبعدين هنقول له نفذ، مش هيلاقي حاجة يعملها، لازم نديله شوية أوامر، لازم نقول له يتحرك بقى، لازم تقول له بقى يتحرك. تحرك. أيوه، اديله بقى كم حرف كده يعملهم. اكتب وايز. عايز تكتب معاذ؟ ماشي، اهي دي بقى كده. ممكن نقول له ايه؟ عايزين الحاجة دي، وندوس على كلمة هولا ديت ونخليها معاذ. اكتب انا. اكتب اللي انت عايزه. طب استنى، همسح بس الكلام ده وانت يلا وريني الحرف. اكتب معاذ كده. ايوه شاطر. طيب هو كده ايه، لما هنقول له اتحرك هيمشي كام خطوه ويبدا يقول لك ايه معاذ. خليه يمشي مثلا ايه خطوتين. طيب معاذ، عايزين نضيف صوت، عايزين نضيف صوت. يلا ضيف انت حاجه وسجل. لا قول انا فلاش. انا فلاش. طيب خلاص اهو، يلا ضيف الصوت بقى للحاجات ديت. ما هو كلمة كمان. قول اللي انت عايزه. طيب بص، انا ممكن نقول له دي ايه، دي لما يحصل حاجة هو يبدأ يعمل، يعني مثلا لما ندوس على كلمة على النجمة دي يبدأ ينفذ. بص اول ما دوسنا على دي بدأ ينفذ. ممكن نضيف ايه؟ ماشي. طب اضيف لك شخصية تانية بقى، او تيجي نغير خلفية. بص نغير خلفية ازاي؟ شايف دي الشجرة دي؟ تقدر تحط أي خلفية من دول، يعني ممكن اختار الخلفية اللي أنت عايزها للقطة. اختار أي صورة فيهم يا ميزة. أنا نفسي أطلع فريش. طب ماشي، اختار بقى خلفية فيهم حلوة كده. أنا واحدة اخترت دي. تختار دي؟ اختار واحدة فيهم وبص على من صح. أيوة بص كده بقت الخلفية أهي. فلاش هو اللي بيكتشف كل ده تاني. تعالى بقى نضيف كده. نضيف واحد كمان بقى. لو عملنا قط تاني. ماشي. في أي مكان ضيف اللي بيضيف بيوت، ضيف اللي انت عايزه عشان تقدر تعمل قصة ولعبة وزي ما انت عايز. يلعب بقى كورة في اي المدينة. اهي الكورة اهي. بس خلي تيجي نخلي الكورة تتحرك. يلا خلي الكورة تتحرك. ايوه ضيف، ضيف كمان واحدة بقى، خليها تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. طيب بص، لا شيء ضعف. طيب عايزين الحاجات دي. بص عايزين اول ما ندوس على ايه، على ال على ده، طب انا دي عاوز دي استنى بس، دي دي في ال دي دي كده. ماشي، خليني بقى واحد. ايوه دي بقى على بتاع دي اللي فوق. بص الرابطه والكره بتتحرك. بص ممكن تضيف كلام، هي حروف، هي بتدوس الحروف دي. عايز اكتب بقى معاك كده. لا معايز، معايز اي كلمة يعني. ماشي خلاص، هي الكلمة بقت مكتوبة فوق. ماشي زي.